مشتركي سابورا نت باش نصلح لكم نموذج تاني من الفروض التأليفية في مادة الرياضيات للتلاميذ سنة 9 سي سي. التمرين الأولاني ضع علامة أمام الإجابة الصحيحة. أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ أكبر أو يساوي من 3، ب أكبر أو يساوي من 2، فإن أ إلا ب أكبر أو يساوي من 1، أ إلا 3 أكبر أو يساوي من 2 إلا ب، ولا أ مع ب أكبر أو يساوي من 5. بالطبيعة الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. علاش هنا؟ لخاطر عندنا أ أكبر أو يساوي من 3، عندي ب أكبر أو يساوي من 2، كي نعمل أ مع ب باش تكون أكبر أو يساوي من 3 مع 2، اللي هي لهنا أ مع ب أكبر أو يساوي من 5. فوالا. السؤال الثاني، دونك أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ مع ب يساوي 3 جذر تربيعي لـ2 و أ ب يساوي 4. السؤال لهنا أحسب أ قوة 2 مع ب قوة 2. أنا أول حاجة مش نعملها هي أ مع ب كلها قوة 2، اللي هي 3 جذر تربيعي لـ2 قوة 2، دونك يساوي 9 في الـ2 يساوي 18، اللي هي أ قوة 2 مع 2 أ ب مع ب قوة 2، دونك يساوي أ قوة 2 مع ب قوة 2 مع 2 أ ب. إذن أ قوة 2 مع ب قوة 2 يساوي أ مع ب قوة 2 إلا 2 أ ب يساوي 18، إلا دونك الأ ب هي 4، دونك 2 في الأربعة يساوي 18 إلا 8 اللي هي هنا 10. فوالا. إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثانية. السؤال الثالث، او ا او اي مثلث متقايس الاضلاع، احداثيات نقطه ا في معين او اي جي هي، دونك هاكا اللي احنا المعين نتاعنا الرسم هو. دونك اش قال لي هنا؟ قال لي ا او اي مثلث متقايس الاضلاع، معناتها او اي يساوي او ا يساوي ا اي، هاكا ولا؟ دونك باهي، واحنا نعرفوا انه او اي هي واحد، اذا اي ا واحد، دونك لهنا احنا نعرفوا انه او اي يساوي 1. اذا النقطه ا احداثيتها شنو باش تكون؟ هي احداثيه النقطه ا، فهمنا؟ احنا الهدف ان دونك البحث عن اكس ا و إجريك آ لهنا. إذن بما أن المثلث متاعنا متقايس الأضلاع، احنا نجمو نطبقو نظرية بيتاغور لهنا باش نطلعو إكس آ. دونك شنو عندنا احنا لهنا؟ نفكرو أنو بيتاغور هذايا أش، هذايا آ، آ و آ، بالطبيعة هذه هي آ على 2، دونك أش قوة 2 مع آ قوة 2 على 4 يساوي آ قوة 2، إذن أش قوة 2 هو آ قوة 2 إلا آ قوة 2 على 4 اللي هي 3 على 4 أ قوة 2. إذا أش هو 3 على 2 راس جذر تربيعي لـ3 على 2 أ، اللي هو هذيك دونك لهنا احنا توا لوجنا على الأش اللي هو لهنا الإيكغيك، دونك الإيكغيك والأ بطبيعة واحد، دونك الإيكغيك جذر تربيعي لـ3 على 2، احنا ناخذوا الإيكغيك اللي هي جذر تربيعي لـ3 على 2، دونك فين باش تكون؟ بتكون باش تكون الإجابة هذه، أوكي؟ بطبيعة لهنا الأو إي هي 1 على 2، فوالا. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة الثالثة. السؤال الاخراني في التمرين نتاعنا اللي هو السؤال رقم 4، طول ضلع مربع جذر تربيعي لـ3 مع 2 فان مساحته، اذا احنا المربع نتاعنا هو لهنا جذر تربيعي لـ3 على 2، اذا المساحه نتاعو مساحته جذر تربيعي لـ3 مع 2 قوة 2. شنو باش تعطيني هذه؟ تعطيني جذر تربيعي لـ3 قوة 2 مع 2 في 2 جذر تربيعي لـ3 مع 2 قوة 2، إذا لهنا باش تعطيني 3 مع 4 جذر تربيعي لـ3 مع 4 اللي هي 7 مع 4 جذر تربيعي لـ3، فوالا. الإجابة الصحيحة دونك اللي هي الإجابة الأخرانية، فوالا. هكايا نكونو كملنا التمرين الأولاني ونمر إلى التمرين الثاني وهو تمرين في الجبر. دونك نص التمرين، أ و ب عددين حقيقيين بحيث أ أكبر أو يساوي من 3 و ب أكبر أو يساوي من 2. قارن لهنا باش لازم نلوجو على مقارنة لـ 3 إلا ب و 2 إلا أ. دونك احنا نعرفو أنو الأ أكبر أو يساوي من 3 و ب أكبر أو يساوي من 2. احنا عندنا لهنا 3 إلا ب و أ إلا 2، دونك شنو باش نعمل هنا؟ هذه شنو معناتها؟ معناتها إلا ب باش تكون أصغر أو يساوي من إلا 2، إذا
عندنا اللي هنا نحطهم مع بعضهم، دونك أ أكبر أو يساوي من 3، وإلا 2 أكبر أو يساوي من إلا بي. إذا أ إلا 2، أ مع إلا 2 أكبر أو يساوي من 3 مع إلا بي. شنو معناتها؟ معناتها أ إلا 2 أكبر أو يساوي من 3 إلا بي. فوالا، دونك هذا هو أ إلا 2 و3 إلا بي. بين أن واحد على أ مع واحد على بي أصغر أو يساوي من 5 على 6. دونك إحنا عندنا واحد على أ مع واحد على بي يساوي، باش نوحد المقامات، هي بي مع أ على أ بي. اوكي، دونك هذه هي واحد على أ مع واحد على بي. إحنا إذا عندنا مقارنة لأ مع بي، باش نشوفوا لهنا مقارنة لأ في، معناتها عن هنا باش نحاولوا نقارنوا، معناتها نحطوا حصر لي بي مع أ على أ في بي. دونك هذه هي باش نشوفوها الحصر نتاعها، ونحب يبينها إن هي أصغر أو يساوي من 5 على 6. اوكي، إذا إحنا شنو عندنا؟ عندنا إنه الأ أكبر أو يساوي من 3، والبي أكبر أو يساوي من 2. معناتها أ مع بي أكبر أو يساوي من 5 اللي هي 3 مع 2 باهي، وأ في بي أكبر أو يساوي من 6 اللي هي 3 في 3 في 2. لهنا ما تغيرش العلامة لخاطر العدد زوز موجبين، والثلاثة موجبة والاثنين بالطبيعة موجبة. إذا أ مع بي على أ في بي مش تكون لهنا، كيفاش باش تكون؟ دونك عندنا أ مع بي أكبر أو يساوي من 5، وأ في بي أكبر أو يساوي من 6. دونك إحنا لهنا باش نحاولوا نثبتوا اللي هي لهنا أصغر أو يساوي من 5 على 6. دونك الطريقة هذه باش توصلني إنه أ مع بي على أ في بي أصغر أو يساوي من 5 على 6. ولكن بما إنه إحنا نخدموا في دوفوار وطريقة طويلة، دونك توحيد المقامات هذه ماهوش باش يعطيني الحل السريع. إحنا شنو عندنا لهنا؟ عندنا إنه أ أكبر أو يساوي من 3. لخاطر توحيد المقامات هي أول حاجة تجي لبال التلميذ، هذاك علاش أنا وريتكم إنه راه طريقة طويلة شوي. دونك أ أكبر أو يساوي من 3 وبي أكبر أو يساوي من 2، شو معناها لهنا؟ معناتها واحد على أ أصغر أو يساوي من 1 على 3، ولهنا واحد على بي أصغر أو يساوي من 1 على 3. إذا واحد على أ مع واحد على بي أصغر أو يساوي من 1 على 2 هنا، عفوا، دونك واحد على 3 مع واحد على 2. معناتها واحد على أ مع واحد على بي أصغر أو يساوي من 2 مع 3 على 2 في 3 اللي هي 6. أخيرا وصلنا إنه واحد على أ مع واحد على بي أصغر أو يساوي من 5 على 6. فوالا. السؤال الموالي، دونك أعطيني عبارة أو يساوي 2 أ مع واحد على أ مع 2. بين أن أ مع 2 مخالف للصفر. إذا عندنا أ أكبر أو يساوي من 3، معناتها أ مع 2 أكبر أو يساوي لـ 3 مع 2، معناتها أ مع 2 أكبر أو يساوي لـ 5. إذا لهنا أ مع 2 مخالف قطعا لصفر. السؤال الموالي، بين أن أو يساوي، دونك لهنا مش نبينوا أنه أو هي 2 إلا 3 على أ مع 2. دونك أو هي شنو؟ أو هي 2 أ مع 1 على أ مع 2. أنا باش نجي لهنا نحسب العبارة اللي هو يحب يبينها، اللي هي 2 إلا 3 على أ مع 2. دونك 2 إلا 3 على أ مع 2 يساوي، باش نوحد المقامات، هذه 2 في أ مع 2 على أ مع 2 إلا 3 على أ مع 2 يساوي 2 أ مع 2 إلا 3 على أ مع 2. دونك 2 أ و 2 إلا 3 هي إلا 1 على أ مع 2. أوكي، ولا هنا عندنا مع 4، دونك 2 أ في 2 في 2 في 2 هي 4. دونك جي 2 أ مع 1 على أ مع 2 اللي هي بالطبيعة أ. دونك هكا نكون بينا أن أ يساوي كيف ما يحب هو، دونك 2 إلا 3 على أ مع أ. نمر إلى السؤال الموالي، استنتج أن أ أكبر أو يساوي لهنا من 7 على 5. بالطبيعة مادام قال لي استنتج، معناتها بالاستناد إلى السؤال السابق. دونك إحنا بينا أنه العبارة متاعنا أ هي 2 على 3 إلا أ مع 2، وبينا زادة عندنا تبيين آخر أنه أ مع 2 مخالفة للصفر. أوكي، دونك شنو عندنا هنا؟ بالطبيعة لازم نبينها مخالفة للصفر، خاطر بيجيني في المقام لهنا تولي عندي إشكالية. أوكي، دونك عندنا أ يساوي 2 إلا 3 على أ مع 2. إحنا بينا أنه الأ مع 2 أكبر أو يساوي من 5. إذا 3 على أ مع 2 أكبر أو يساوي من 3 على 5. أوكي، لهنا ساحة ولا غلطة؟
ردوبان اتونسيون، دونك لهنا ردوا بالكم ماهيش صحيحه. دونك من هنا اول حاجه ما نضربش في، معناتها ما نخدمش هذه ديريكت، لازمني نعمل المقلوب. اذا واحد على ا مع اثنين اصغر او يساوي من واحد على خمسه، اوكي. بعديك نضرب في الثلاثه، فوالا هذوما الغلط اللي يصيروا راه. فوالا بعديك باش نضرب في الا، باش تزيد ترجع العلامه للبلاصه نتاعها. دونك الا ثلاثه على ا مع اثنين اكبر او يساوي من الا ثلاثه على خمسه، فوالا. بعديك باش نضيف اثنين، دونك اثنين الا ثلاثه على ا مع اثنين اكبر او يساوي من اثنين الا ثلاثه على خمسه. وحدوا المقامات، اثنين الا ثلاثه على ا مع اثنين اكبر او يساوي من عشره الا ثلاثه على خمسه، دونك عشره ثلاثه اللي هي سبعه بتبيع على خمسه، دونك او اكبر او يساوي من سبعه على خمسه، فوالا. دونك هكايا نكونو كملنا التمرين الثاني ونمر الى التمرين الثالث. هو تمرين في الهندسة، اذا لتكن العبارة، عفوا تمرين في الجبر، عندنا زوز تمارين جبر وتمرين هندسة. لتكن العبارتين ا و ب التاليتين بحيث اكس ينتمي الى ال، دونك اعطيني ال ا و ال ب، احسب ا اذا كان اكس يساوي جذر تربيع لاثنين مع واحد. دونك لهنا باش نعوض من اكس بجذر تربيع لاثنين مع واحد. قوت اثنين يساوي، هذي باش تعطيني اثنين مع اثنين جذر تربيعي لاثنين مع واحد، إلا سبعة جذر تربيعي لاثنين إلا سبعة مع عشرة. كبرنا توا ما عادش نخدمها لكم ديريكت، أوكي، ولا أنتم في الدوار راهو تخدموها بالديتاي. دونك هي جذر تربيعي اثنين قوت اثنين مع اثنين جذر تربيعي اثنين في واحد مع واحد قوت اثنين. دونك هذي اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة وعشرة دونك تلتاش، تلتاش إلا سبعة باش تعطيني لهنا دونك تلتاش إلا سبعة باش تعطيني ستة، فوالا. و اثنين جذر تربيع لاثنين إلا سبعة جذر تربيع لاثنين، دونك إلا خمسة جذر تربيع لاثنين. هذه هي العبارة أ، فوالا. دونك هكايا نكونو حسبنا العبارة أ. نمر إلى السؤال الموالي، دونك فكك بي إلى جذع عوام، لا هيك العبارة بي. دونك احنا شنو عندنا؟ شنو نلاحظوا لهنا؟ دونك عندنا هي اكس قوت اثنين الا اثنين في خمسة اكس مع خمسة قوت اثنين، هي اكس الا خمسة قوت اثنين، فوالا تو سامبلومون. دونك اكس الا خمسة قوت اثنين هي اكس قوت اثنين الا اثنين في اكس في خمسة مع خمسة قوت اثنين. السؤال الموالي، بين ان ا الا ب يساوي 3 في اكس الا 5. دونك ا الا ب، دونك ال ا هي اكس قوت 2 الا 7 اكس مع 10 الا ب، دونك الا اكس قوت 2 الا 10 اكس مع 25 يساوي، هذه اكس قوت 2 الا 7 اكس مع 10 الا اكس قوت 2 مع 10 اكس الا 25 يساوي. دونك اكس قوت 2 اكس قوت 2 باش نمشي على روحها، باش تبقى لي الا 7 اكس مع 10 اكس، دونك 3 اكس مع 10 الا 25 الا 15، اللي نجم نخرج 3 كعامل مشترك، دونك باش يبقى لي اكس الا 5، فوالا. فينالمون دونك بينا انو ا الا ب يساوي 3 اكس الا 5. السؤال الموالي، استنتج تفكيكا للعباره ا ثم ا مع ب، فوالا. دونك احنا بينا انو ا الا ب يساوي 3 اكس الا 5، اذا ا هي 3 اكس الا 5 مع ب. البي ديجا فككناها الى جذع عوامل، دونك البي هي اكس الا 5 قوت 2، دونك هي 3 اكس الا 5 مع اكس الا 5 قوت 2 يساوي اكس الا 5، باش يبقى لي هنا 3 مع اكس الا 5. دونك فينالمون ا يساوي اكس الا 5 في اكس الا 2، فوالا. ثم ا مع ب، دونك ا مع ب يساوي، دونك لهنا باش تعطيني قلنا انه البي هي اكس الا 5 قوت 2 مع ا اللي هي اكس الا 5 في اكس الا 2، دونك يساوي اكس الا 5، باش يبقى لي لهنا اكس الا 5 مع اكس الا 2. دونك ا مع ب يساوي اكس الا 5 في 2 اكس الا 7، فوالا.
السؤال الموالي: جد المجموعة S للأعداد X حيث A و B متقابلان. دونك شو معناتها هنا؟ ال A وال B متقابلان، نفرق راهو ما بين متقابلين ومقلوبين. دونك متقابلين معناتها A يساوي إلا B، معناتها A مع B يساوي صفر. فوالا ديجا احنا فككنا ال A مع B، هي X إلا 5 في 2 X إلا 7. دونك X إلا 5 في 2 X إلا 7 يساوي صفر، يعني X إلا 5 يساوي صفر. دونك لهنا باش تعطيني X يساوي 5، أو 2 X إلا 7 يساوي صفر. دونك لهنا باش تعطيني 2 X يساوي 7، X يساوي 7 على 2. دونك المجموعة S هي 7 على 2 و 5. فوالا. السؤال الموالي: ليكن X أكبر أو يساوي من 5، أحسب القيمة المطلقة لA مع B بدلالة X. دونك هنا القيمة المطلقة لA مع B اللي هي احنا ديجا حسبناها، معناتها الA والB فكيناهم من جذوعهم. دونك اللي هي القيمة المطلقة لX إلا 5 في 2X إلا 7. B هو عطاني ملاحظة إنه الX أكبر أو يساوي من 5، معناتها X إلا 5 كيفاش باش تكون لهنا؟ بالطبيعة الX أكبر أو يساوي من 5، دونك مش تكون موجبة. دونك و 2X بالطبيعة مش تكون أكبر أو يساوي من 10، معناتها 2X إلا 7 أكبر أو يساوي من 10 إلا 7، اللي هي 2X إلا 7 أكبر أو يساوي من 3، كيف كيف موجبة. إذا هذه موجبة وهذه موجبة، اللي في وسط القيمة المطلقة باش يكون موجب. إذا لهنا القيمة المطلقة ل 2X، دونك القيمة المطلقة ل 2X اللي هي 2x الا 7 في x الا 5 هو اللي في وسط القيمه المطلقه موجب. اذا مش يصير لهنا، مش يبقى هو بيدو القيمه المطلقه ل x يساوي x اذا كان x موجبا. زوز اعداد موجبين ضربناهم في بعضهم مش يعطيني عدد موجب. اذا لهنا بما ان موجب، اذا يساوي x إلا 5 في 2x إلا 7. فوالا اوكي، هكايا نكونو كملنا التمرين الثالث ونمر إلى التمرين الأخراني واللي هو جزء في الهندسة. دونك شنو عندنا هنا؟ الرسم موجود على الشاشة. دونك A B C D متوازي أضلاع مركزه O. دونك نكملو نعينو النقطة O، تقاطع القطرين. دونك هذه هي الاو، حيث AD يساوي 3، AC دونك يساوي 4، و CD يساوي 5. بين ان المثلث ADC A دونك لهنا DC قائم، ADC بين ان المثلث ADC قائم. فوالا دونك باش يكون بالطبيعة قائم في A. دونك شنو عندنا احنا لهنا؟ عندنا باش نخدموا بنظرية بيتاغور. دونك شنو عندي؟ عندي AD قوة 2 هي 3 قوة 2 اللي هي 9، وعندنا AC قوة 2 اللي هي 4 قوة 2 اللي هي 16، وعندي CD قوة 2 اللي هي 5 قوة 2 اللي هي 25. دونك انا كي نعمل AD قوة 2 مع AC قوة 2 اللي هي 9 مع 16 دونك يساوي 25 اللي هي CD قوة 2. فوالا، اذا المثلث A D C قائم في A. أثبت ولبين أن B D، إذا يحب يبين أنه B D يساوي 2 جذر تربيعي ل 13. دونك لهنا شنو عندنا؟ دونك لهنا هو باش يحب يلوج على قطر متوازي الأضلاع اللي هو B D، دونك يحب يبين اللي هي يساوي 2 جذر تربيعي ل 13. B B D هي 2 D O، هذه أول حاجة. il suffit احنا نقول دي او دي او، دونك ساي البي دي توجدي دي او. باش نخدموا بالعلاقه القياسيه في المثلث القائم. دونك دي او في ا سي يساوي ا بي، ا دي في بي سي. دونك دي او في ا سي يساوي ا دي في، فوالا. دونك لهنا دي او في هو المثلث نتاعنا، دونك الدوبين القطر نتاعو هو دي سي ماهوش ا سي. فوالا دونك لهنا هاك القطر، دونك ردوا بين لهنا
اوكي، هنا معناتها بما انه الاصلي ماهوش القطر على خاطر الزاويه القائمه اللي هنا في الا، اذا العلاقه القياسيه ماهيش باش تطبق. باش نخدم لهنا، باش نخدم بنظريه بيتاغور في دي ا او. فوالا، دونك لهنا دونك شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني ا او قوت 2 مع ا دي قوت 2 يساوي دي او قوت 2. احنا نعرفوا الا سي والا او هي منتصف ا سي، دونك اللي هي 2 سنتيمتر. اذا شنو باش تعطيني هنا؟ باش تعطيني 4 مع الا دي، دونك 3 قوت 2 مع 9 يساوي دونك 4 مع 9 باش تعطيني لهنا 13 اللي هي دي او قوت 2. اذا دي او يساوي جذر تربيعي ل 13، هذا باش يعطيني انه بي دي يساوي 2 دي او، دونك 2 جذر تربيعي ل 13. فوالا، هكايا نكونوا بينا انه دي او يساوي 2 جذر تربيعي ل 13. نمر الى السؤال الموالي، دونك لهنا لتكن اي منتصف سي دي، دونك فين الاي؟ فاش نحطها؟ هي منتصف سي دي. اذا بما انه عندي متوازي اضلاع، هو لهنا اعطيني سي دي 5 سنتيمتر، دونك هي باش تكون لهنا 2.5. فوالا، دونك هذه هي النقطة اي. السؤال ا اي يقطع بي دي في او، دونك ا اي يقطع بي دي في او، باش نكمل هكا ال ا اي، دونك هذه هي النقطة او. فوالا، بين ان ا او يساوي 5/3، دونك لهنا باش يبين انه ا او هذه هي 5/3. دونك كيفاش باش نعمل لهنا؟ باهي، النقطة او لهنا شنو تمثل؟ او هي تربط منتصف دي سي ب ا. شو معناها لهنا؟ معناتها النقطة او وكذلك تربط منتصف ا او بدي، تقاطع منصفات لهنا، المنصفات نتاع المثلث هي، اذا او هي تسمى في المثلث هذا هي تسمى مركز ثقل المثلث. شفناها في ستيمانية، راهو مش معناها تشوفوها في ستيمانية كاهو سي. اذا او هي مركز ثقل المثلث. باهي، شو معناتها لهنا؟ معناتها ا او في مركز الثقل، دونك ا او شنو تمثل هنا؟ ا او هي 2/3 ا اي. باهي، و ا اي يساوي دي اي يساوي اي سي. علاش؟ على خاطر ا دي سي قائم. اذا كان منتصف ضلع مثلث متساوي البعد عن رؤوسه، فان هذا المثلث قائم الزاويه ووتره الضلع المذكور. احنا عندنا الدي سي هو الوتر، و اي هي منتصف دي سي، اذا اي تبعد نفس البعد عن رؤوس هذا المثلث. دونك لهنا قلنا انه دي اي ا اي هي دي سي على 2 ودي سي هي 5، دونك ا او يساوي 2/3 في 5/2. فينالمون وصلنا انه ا او يساوي 5/3. فوالا، السؤال الموالي لتكن سي الدائرة ذات القطر لهنا، القطر دي سي، دونك قطر الزاوية، قطر الدائرة نتاعنا هو المستقيم دي سي. اوكي، فوالا، دونك احنا لهنا باش نرسمو الدائرة قطرها دي سي، إذا المركز نتاعها باش يكون بالطبيعة إي منتصف هذا القطر وتمر من دي. فوالا، دونك نحاولوا الكومبا ما يتحركش. انا لهنا راهو دونك مش قلت على ليكرون، دونك ديما عندي مشكله الكومبا يتحرك لي. فوالا، دونك انتم بالطبيعه تحاولوا انه الكومبا ما يتحركش. دونك الدائره نتاعنا مش تمر من دي و سي، هذه هي الدائره سي. بين ان اي تنتمي الى الدائره سي، دونك احنا شنو قلنا لهنا؟ قلنا انه الاي تبعد نفس البعد عن لهنا معناتها عن رؤوس المثلث، اذا اي يساوي اي دي يساوي اي سي، دونك ا تنتمي الى سي. فوالا، السؤال الموالي، دونك بي دي يقطع الدائره سي في نقطه ثانيه اش، بي دي دونك يقطع الدائره سي بطبيعه في دي وفي النقطه الثانيه اللي هي اش اهي. ماذا تمثل سي اش؟ فوالا، دونك نحاول نصورها. سي اش ماذا تمثل سي اش بالنسبه الى المثلث او بي سي؟ او بي سي هاكا المثلث نتاعنا، دونك ويحب يلوج على المستقيم سي اش، ماذا يمثل بالنسبة إلى هذا المثلث؟ دونك او بي سي. والسؤال اللي بعد، دونك بين أن سي اش يساوي 6/جذر تربيعي ل 13. حنا شنو عندنا لهنا؟ عندنا اش هي نقطة من الدائرة، إذا دي اش سي كيفاش باش يكون المثلث هذا؟ هو قائم في اش، إذا سي اش و او بي متعامدين، إذا سي اش هو الارتفاع
في المثلث او بي سي الصادر من سيركتين، بما ان اش تنتمي الى سي، اذا دي اش سي قائم في اش. دونك لهنا سي اش عمودي على او بي، اذا سي اش هو الارتفاع الصادر من سي في المثلث او بي سي. فوالا. السؤال الموالي دونك بين ان سي اش يساوي 6 على جذر تابع ل 13. الوغ بما انه هذا هو الارتفاع، اذا هنا عندنا زاويه قائمه، دونك نجم نطبق نظريه بيتاغور. او اش قوت 2 مع اش سي قوت 2 يساوي او سي قوت 2. دونك اش سي قوت 2 هي او سي قوت 2 الا او اش قوت 2. او سي قوت 2 هي ا سي، دونك او سي هي ا سي، او سي 2 قوت 2 معناتها 4 الا او اش. دونك شنو باش تعطيني لهنا هكا الا او اش قوت 2. فوالا دونك الا او اش قوت 2. دونك لهنا الاو اش ما نعرفهاش. الوغ شنو المشكل لهنا؟ المشكل اني انا مانيش باش نخدم في المثلث او اش سي، باش نخدم في المثلث او سي بي. فوالا دونك لهنا الاو اش تبقى لي مجهوله. الوغ باش تولي عندي معناتها لهنا ايكواسيون معادله فيها زوز مزوز اكس زوز مجهولات، واللي انا مانيش باش نخدمها. دونك لهنا باش نطبقوا نظريه بيتاغور، صحيح باش نطبقوا العلاقه القياسيه في المثلث القائم ولا دونك اتونسيون لهنا. دونك العلاقه القياسيه في المثلث او بي سي اللي هو زاد قائم. دونك شنو باش يعطيني لهنا؟ باش يعطيني سي اش في او بي يساوي او سي في سي بي. فوالا دونك سي اش يساوي او سي في سي بي على او بي. دونك الاو سي هي ا سي على 2 دونك اللي هي 2 في سي بي. دونك عندنا احنا ال ا دي اللي هي 3 دونك سي بي 3 على او بي. دونك الاو بي بالطبيعه هي بي دي على 2، وحنا البي دي حسبناه دونك 2 جذر تربيع 13 على 2 دونك جذر تربيع 13. دونك لهنا باش نتحصلوا على سي اش يساوي 6 على جذر تربيع 13. فوالا احسب اش بي و اش دي. دونك تو باش نحسبوا الاش بي باش نحسبوا الاش دي اهوما. دونك هنا اش بي و اش دي لهنا عندنا زاويه قائمه، انا نعرف سي اش نعرف البي سي باش نطبق نظريه بيتاغور. دونك نظريه في اش بي سي دونك شنو باش يعطيني؟ اش بي قوت 2 مع اش سي قوت 2 يساوي بي سي قوت 2. الوغ اش بي قوت 2 هي بي سي قوت 2 الا اش سي قوت 2، دونك معناتها بي سي قوت 2 دونك 3 قوت 2 الا اش سي قوت 2 معناتها 6 قوت 2 على 13. دونك لهنا اش بي قوت 2 يساوي 9 باش نوحد المقامات دونك في 13 الا 36 على 13. دونك باش تعطيني 81 على 13، هذا يعني انه اش بي يساوي 9 على جذر تربيعي ل 13، خاطر جذر تربيعي ل 81 هو 9. الاش دي هي دونك دي بي نجم نخدمها، والا نخدم زاده كيف كيف بيتاغور. دونك عندنا اش دي قوت 2 هي دي سي قوت 2 الا سي اش قوت 2. دونك دي سي نعرفها اللي هي 5، دونك 5 قوت 2 25 الا سي اش قوت 2 دونك الا 6 قوت 2 على 13. فوالا دونك شنو باش تعطيني هذه؟ باش تعطيني 25 في 13 الا 36 دونك 289 على 13. دونك جذر تربيعي ل 289 هو 17، اذا اش دي يساوي 17 على جذر تربيعي ل 13. فوالا الاله الحاسبه مسموح بها في الامتحان. دونك لهنا تحطوا جذر تربيعي ومن بعد تحطوا 289 هكا باش تحصلوا على 17. ان شاء الله باش نعمل لكم فيديو على معناتها بالاله الحاسبه كيما وعدتكم اول عام. دونك شنو في بوعدي باش نعمل لكم فيديو كيفاش نستعملوا فيه الاله الحاسبه لتلاميذ سنه 9 اساسي المقبلين بالطبيعه على المناظره. اذا ونمر الى السؤال الاخراني. دونك سي اش يقطع ا بي في ام، سي اش يقطع ا بي في ام هيك النقطه ام. بين ان بي ام على سي دي دونك بي ام على سي دي يساوي 9 على 17. دونك بي ام على سي دي باش يحسب الرابور هذا اللي هو بي ام على سي دي. دونك لهنا باش نطبقوا نظريه تالس. شوفوا لاحظوا لهنا الرسم نتاعنا هو
وعندنا هذا وهذوما متوازيين، اوكي؟ دونك شنو باش تعطيني لهنا نظرية تالس؟ باش تعطيني دونك اش بي على اش دي يساوي اش ام على اش سي يساوي بي ام على دي سي، فوالا. دونك عندنا لهنا التوازي، دونك نحطوه بما انه المستقيمات نتاعنا المتوازيين هما بي دي بي سي و ا بي، على خاطر لهنا متوازي اضلاع. دونك لهنا باش نطبقوا نظرية، بما ان ام بي موازي لدي سي، دونك لهناش باش يعطيني نظرية تالس اش بي على اش دي مساوي ل اش ام على اش سي مساوي ل ام بي على دي سي، فوالا. دونك احنا شنو عندنا؟ عندنا الاش بي وعندنا الاش دي. اذا لهنا ام بي على دي سي يساوي اش بي على اش دي، دونك الاش بي والاش دي حسبناهم في السؤال السابق، دونك تحصلنا على اش بي 9 على جذر تربيعي ل 13 واش دي 17 على جذر تربيعي ل 13، دونك يساوي 9 على جذر تربيعي ل 13 على 17 على جذر تربيعي ل 13، اللي هي باش تعطيني هنا 9 على 17، فوالا. دونك وهكايا نتاكد انه الخدمه بتاعنا صحيحه بالسؤال الاخراني. دونك لهنا ام بي على دي سي وصلنا لها اللي هي 9 على جذر تربيعي ل 13، معناتها راهو الاش بي حسبتها بالصحيح، راهو الاش دي حسبتها بالصحيح، اوكي؟ دونك ام بي يساوي 9 على جذر على 17 عفوا في دي سي. احنا البعد دي سي نعرفوه اللي هو 5، دونك ام بي يساوي 9 في 5 على 17 اللي هي 45 على 17 سنتيمتر، فوالا. هكايا نكونوا كملنا نموذج بي على الاخر. دونك نموذج انا ديما نختار لكم النموذج الموجود راهو بارتو على الانترنت، وتنجموا تحلوا اللي معناتها تحلوا اي باج وتلقوا لي الفروض التأليفية والفروض العادية، ومعناتها مي نحاول نختار لكم النموذج اللي يلم لكم معناتها المحور نتاع الثلاثي الثاني الكل، نحاولوا نصلحوه مع بعضنا ونحاولوا نفهموا الاصلاح مع بعضنا، لخاطر انك تاخذ اصلاح كيف ما هو بي دي اف والا وورد والا مكتوب ساعات توحل، دونك يعطيك ريزولتا فينال توحل. البيوت راه مش انك تصلح دفوار ولا انك معناتها البيوت انك تفهم كيفاش صلحت الدفوار وانك تفهم كيفاش وصلت للريزلتا، راهو المعلومه موجوده بارتو تنجموا تتوصلوا لها، مي الطريقه انك كيفاش توصلكم المعلومه وكيفاش تفهموها. هذاك علاش احنا ان شاء الله معناتها الفروض التاليفيه تهبط قبل الفرض معناتها قبل السمين بلوكي بمده معينه، باش نتوما تراجعوهم تشوفوهم، كان عندكم اشكاليه تتصلوا بسبورانيت، كان عندكم نموذج اخر معناتها ولا معناتها الدوار باش يجيكم على حاجه اخرى ما خدمناهاش في النماذج هذوما، دونك تبعثوها واحنا نصلحوها لكم.